لارا مش لارا مش لارا مش لارا، انا هنا جنبك، خليكي ماسكه ايدي وما تبصيش ناحيته خالص. هو ايه اللي حصل؟ انت اتسحبتي، ما كنتيش عايزه تبصينا ولا تشوفينا، ما كنتيش عايزه تفوقي. خرجتيني ازاي؟ انا شفت اللي انتي شفتي. زياد عنده حاجة عايز يقولها لكم. انا في كل احلامي بشوف رغد وهي محبوسة هنا في الصحراء، لان الوحيدة اللي مصدقاني. وانت كمان بتصدق؟ وانا مصدقكم انتوا الاتنين. وانا كمان مصدقكم. لرا بقولك ايه، في حاجة كنت عايز اتكلم معاكي فيها كده، قولي لي رأيك. كده موضوع المثلثات اللي اتوزعت على الأوض ما توزعتش بشكل عشوائي خالص، بالعكس ده كان موضوع منظم ومرتب. منظم ومرتب ازاي؟ يعني أول أوضة مثلا اتحط فيها المثلث كانت بتاعت ليان، وليان بتشوف أرواح الناس اللي ماتت، والأوضة التانية كانت بتاعت فارس، وفارس عنده قوة روحانية كبيرة جدا، والأوضة التالتة بتاعت زياد اللي أحلامه بتتحقق. أما أنا وإنتي بقى، فإحنا جالنا رسالة بتحذرنا. رسالة بتحذرنا؟ من إيه؟ أنا مش بقولك كده عشان خاطر تقلقي، أنا بقولك كده عشان نفكر سوا، نشوف مين مصلحته يعمل معانا كده وليه؟ ليه واضحة جدا، لأنك أنت قلت خمس أسماء مختلفين ومميزين جدا في كل حاجة عن أي حد تاني. السؤال بقى، ليه إحنا الخمسة هنا؟ كده بقينا خمسة. كده بقينا خمسة. بقولي خلينا نخش ننام دلوقتي، وبكرة نفكر نشوف هنعمل ايه. انا هاخد زياد وفارس ينام عندي في الخيمة، وانا هاخد ليان تنام معايا. يلا رجالة، يلا حبيبي، يلا حبيبي.